سلام ومرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة متنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيها على عزة سليمان وعلى خطيبها نديم الحباسي اللي كان زوج مرام بن عزيزة، وكما بتعرفوا مؤخرا ولينا نراهم برشا ببعضهم، يسافروا لأوروبا، يسافروا لتونس في ليزوتيل اون ديغي معرسين، ماهمش خاطبين، عايشين قصة حب كبيرة برشا، وديما يبارتاجيو حياتهم الشخصية على الانستغرام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حاجة وحويجة، يوصلوا في ميساج لمرام بن عزيزة اللي صارت بيناتهم برشا مشاكل ديما، ويخدموا بها زيادة الانستغرام. لكن ما رعنا كان مؤخرا ما عادش راوها مع بعضهم، ما عادش نشوفوهم على الانستغرام مع بعضهم، لين خرجت عزة سليمان وقالت لي هما انفصلوا، والله سامح اللي كان سبب ابارامون فما شكون دخل بيناتهم، وقطع قصة الحب الكبيرة كما صار قبل مع مرام بن عزيز اللي توها قالت نعشق ونموت عليه وهو كيف كيف، ابارامون اللي يعرفوا يموت عليه والشيخ وسفريات وجو من بعد ما نعرفوش شنو اللي يصير اللي يخليهم ينفصلوا ويتقلبوا 100% واللي خايبوا بيه وعليه. ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم باي باي.